اعملوا لكم يا شباب اعملوا لكم مشاريع خاصة، لا تعيشوا على الوظيفة، الوظيفة عبودية، عيشوا احرارا. هناك نوعين من الاعمال، اعمال حرة واعمال عبدة. موظف عبد، عبد من هو العبد؟ في الزمن السابق العبد هو شخص يملك شخص اخر يتحكم به. ممنوع العبد يدخل ويخرج الا باذن سيده، ممنوع يسافر الا باذن سيده، ممنوع يصدر قرار ولا يتصرف الا باذن سيده، وسيده يعطيه شوية فتات يعيش عليه. في السابق يسمونهم عبيد، الان يسمونهم موظفين. العبودية قد توجد بدون رأس مالية، أما الرأس مالية فلا توجد بلا عبودية. نعم، لو وضحت الفكرة ببعض التفاصيل لو سمحت. نظرا لأننا وإياك نتواجد ونعيش اليوم في ظروف الرأس مالية، فعلينا طبعا الاعتراف بأن هذه الرأس مالية موجودة بفضل العبودية، ولكن بالتأكيد ليست تلك العبودية التي كانت في روما القديمة أو في حضارات ما قبل المسيحية. مثلا تحدث كارل ماركس عن نوعين من العبودية، أي ما بدأنا به حديثنا. الأول هو العبودية القانونية، هذا ما كان فعلا في روما القديمة عندما كان الإنسان مادة يمتلكها إنسان آخر، ولكن هذا الأمر لم يعد مجديا الآن. نعم، ولكن ما علاقة هذا بالرأسمالية، أو بالأحرى بالصلة بين الرأسمالية والعبودية؟ لماذا لم يعد مجديا مع الزمن امتلاك عبيد كما في العالم القديم؟ إذ تقول أن العبودية الكلاسيكية تحولت إلى العبودية المأجورة وهي أكثر ربحا، صحيح؟ شباب المسلمين يجهدون أنفسهم، يدرسون، يتعلمون، يحصلون شهايد، حتى شي يصيرون موظفين. ليش يصير موظف؟ طلبا للرزق، في غالبهم هكذا. ولكن بالمحصلة شنو؟ ملايين الشباب، عقول نيرة، طاقات كبيرة، أفكار واسعة، لو ما كانوا يصيرون موظفين كانوا يقدرون ينتجون أكثر ويقدمون البلد إلى الأمام. عباقرة الشباب يجيبوهم يسووهم موظفين، قتل طاقته وإبداعه وانتهى، صار فرد آلة، أداة في ضمن ماكينة كبيرة لازم يعمل.